لما بدهم يذكروا الأنثى بيرمزوا لها بكل شيء بيحكي عن النعومة، فهي بمصطلحات الحياة صاحبة الأيدي الناعمة. بس سمر حافظت على هاللقب مع شوية تعديل، فقدرت تدخل عالم الرجولة من خلال تجربة مع رفيق الدرب جورج، وبلشت الحكاية ببوست نزل على الفيسبوك. قالت فيه إنها نزلت بزيارة على ورشة زوجة للنجارة واللي كان بحاجة لمساعدة بهالظروف، وتعذر عليه إيجاد شاب يكون معه بهالظروف الحالية. فبدأت سمر بالشغل مع زوجة لحتى تحولت هالمرة لمرات متتالية. صارت سمر حكاية زوجة سورية استحقت التحية الخاصة من برنامج صباح نغير بيوم المرأة العالمي. سمر حنا وجورج منصور هن ثنائي سوري يضاف للعديد من الثنائيات يلي تحدوا ظروف الحياة، وكانت مهنتهم برغم صعوبتها إلا كانت هي بوابة لحتى يتميزوا من خلالها. هالشي واضح مع ضيوفنا سمر حنا، إذا فينا نسميكي النجارة، أهلا وسهلا فيكي سمر وكل عام وأنت بألف خير يا رب. وجورج منصور زوج حضرتك وصاحب الورشة، أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم، ألف خير وأنت بخير يا رب، ينعاد عليكي وعلى عائلتك كلها بالخير والسلامة يا رب. بالبداية خلينا نتعرف، يعني مثل ما حكينا هي كانت تجربة لمساعدة زوجك الأستاذ جورج، لكن هالتجربة صارت عمل حقيقي بالفعل، حكي لنا عنها. هلا بالبداية أنا وجورج لنا 4 سنين متزوجين، أنا يوميا بنزل عنده على المنشرة، بس أول شيء بلشت إنه مساعدة معنوية صراحة. يعني انزل كل يوم بوقت فراغي، خلص شغل البيت انزل، يكون عنده هو استراحه بريك، ناخذ مثلا فنجان قهوه كاسه شاي، يعني اول شيء معنويه، ما بلشت شغل ابدا يعني. وهو على طول يعني بيقول لي انزلي بتغيري جو بتتسلي، وما في فكره اني اتعلم المهنه ابدا. بس من فتره كان كثير مضغوط، يعني مضغوط كثير وما عم بيلاقي حدا يشتغل معه، فعرضت عليه الفكرة إنه شو رأيك أنا بساعدك، ما عندي مشكلة أبداً. طلع هو فكرني عم بمزح، قلت له لا عن جد أنا بساعدك. طلع قال لي أوكي ماشي. بلش عمل كم قطعة قدامي، كان عنده قطعة كتيرة صغيرة بدها شغل يعني. بداية أعطاكي شيء سهل يمكن. بلشنا بالشغل السهل، يعني مستحيل يعطيني شغلة صعبة لأني أنا أول مرة بشتغل على المكنات، يعني مكنات كبيرة بالعموم. فقال لي خلص اوكي بعمل لك كم قطعه وبتشوف، وبشوف اذا مش الحال بنكمل، ما مش الحال بنوقف. نعتذر منك. نعتذر منك. عمل كم قطعه وبلشت بنفس النهار دغري مشيت له يعني شغله، عرضت عليه الفكره قال لي اوكي كل يوم بتنزل لعندي شوي، ومن هون بلشت صارت بدل المعنويه فعلية يعني. تماما. جورج يعني كيف تقبل فكرة انه هي يمكن تبلش فعلا تشتغل مع حضرتك بالورشة؟ قديش كمان هالشي هيك عطاك دعم بالنسبة لك، يعني سعادة فينا نقول للحظات؟ هلا هي سمع على طول في عندها دعم يعني معنوي بالنسبة إلي. قبل ما تدخل معي على المنشرة بالبيت بأمور حياة الاجتماعية بشكل عام، هي مو بس شريكة، هي متكاملة معي. الله يخليكم لبعض يا رب. مثل ما خبرتك انه تنزل لعندي هيك تسلى معي، تسليني مشان انه انا مضوج كذا لحالي، اشتغلت انه قلت لها بس لجرب قدامك هالقطعه وشوف اذا بتقدري عليها، وفعلا قدرت وكملت، وانا عم بشتغل على مكنه ثانيه يعني. هي انتجت معي وساعدتني، وهي بتساعدني بكل الامور يعني، عرفت شلون؟ مو بس بشغل المحل يعني، مثل شفت انه مثلا تضبي المحل، ضبي البنك، يكون في فوضى وكذا عده وهيك، ان شاء الله يعني. لقيتها انه هي عندها حماسيه ومتقبل الامور وعادي يعني.
يمكن لأنه سيد جورج لمس هالحماس عندك سهل العمل وهالتشاركية، يعني مثل ما ذكرتي أنه كمان يمكن في شوية آلات صعب التعامل معها وبدها شوية حذر، ما خفتي من هالموضوع؟ هلا مثل ما قلت لك انا ما بلشت بالمكانات الصعبه، يعني بلشت بالمكانات السهله. هلا وبالعموم اي مهنه في لها مخاطر، ما في مهنه تخلى من المخاطر. ف وبيكون جورج معي على طول، يعني تحت نظره دائما، ما بشتغل شيء اذا ما كان، ما بشغل مكنه اذا ما كان. وقبل ما بلش بيعطيني قواعد، مثلا اعملي بعد ايديكي شيء بعد اصابعك، ما بخليني، وهو اكيد ما بخليني اضغط على حالي. قديش خفت علي يا استاذ جورج؟ طبعا بخاف علي. دائما في هون امور السلامه للشغل، الحذر والانتباه اهم كل شيء. وعلمتك كيف قواعد الاساس، يعني انه كل اي شيء بدنا نشتغله له قاعده، يعني علمتك يمكن الامور على اصولها. اكيد اي، لانه بدك تبني شيء بدك تبلشي فيه صح لينتهي هو صح. اذا بلشنا فيه غلط بينتهي غلط. شو هي من القواعد اللي بتقول لي اياها انه لازم تشتغل عليها؟ اكيد هو الانتباه اكثر شيء، عرفت شلون؟ وما نستعجل بكل شيء، والتعامل مع الخشب هو روح، يعني هو حنون، مو مثل اي يعني عمل صعب او شاق. العمل خشب هو في روح، يعني بتعاملي مع خشب، يعني بتقطع هيك شغله خشب هيك بتعملي منها يعني مكون، هذا انت بتكوني عم تبدعي فيه، هو الاحتراف. وهي عندها نوع من الحرفه، يعني عندها قبول انها تعترف بهالموضوع هذا. يعني كمان سمر قديش الانثى بتقدر انه هي تضيف جماليه، يعني هي المهنه صعبه وبيشتغلوها الرجال، لكن كمان بتتطلب نوع هيك من الشيء، اللمسه الفنيه. قديش الانثى بتقدر انه هي تضيف لمسه فنيه زياده وجمال اكثر على هالقطع؟ اكيد هي الانثى هي اللي قادره تعمل هي اللمسه الانثويه اللي عم تحكي عنها. بالاضافه لجورج، جورج عنده نظره، عنده لمسه فنيه، يعني انا اخذي منه، يعني لما بشوفه عم يشتغل انا باخذ منه. بتعطي افكار؟ اكيد اكيد. هلا خلال نزلتي على المحل، هلا انا لي شهرين تقريبا عم بنزل على المحل، يوميا بنحكي بقصص، بمشاريع، بافكار، بنعمل، يمكن عم نحكي حاليا عم نحكي بمشروع جديد بس بخصني انا. بما اني انا يعني ست بيت، فاكيد عندي هي مثل ما قلتي اللمسه الانثويه، فعم يشجعني انه تعي نعمل مشروعك إلك خاص فيكي انت، يعني يبين فيه لمسه الانثى اكثر ما انه مثلا شغلهم المعتاد بالنجاره، بالموبيليا، بالمنجور بشكل عام، يعني انه انا اعمل مشروع خاص فيه يبين فيه لمستي انا الخاصه على الخشب. تخبرينا شو المشروع؟ اكيد مشروع تحف، ومثل شرقيات، مو شرقيات بس تحف، يعني بتتضمن البراويز، الصناديق الهدايا، يمكن هيك قصص، يعني قصص صغيره يمكن للبيت، للديكور، للاكسسوار، ديكورات خفيفه. ايه فبلشنا اذا الله راد بهيك مشروع. اكيد موفقين بهالمشروع مدام سمر. يعني قديش بالفعل تغيرت الحياه يمكن للاجمل بيناتكم، صارت مو بس يمكن تشاركيه الحياه بالمنزل، صارت كمان بالعمل. هل حسيتي في شويه اختلاف من بعد ما اشتغلتوا سوا؟ مو اختلاف، ما تغيرت، صارت اقوى. مثل ما قلت لك بلشنا كثير نتشارك بالافكار، نتشارك بالمواضيع، غير انه نكون بالبيت في اضافات جديده، في اضافات جديده اكيد. بلشنا نحكي بمواضيع ونبني مشاريع، مشروعي انا كثير عم نحكي فيه، يعني بناخذ ونعطي كثير بالافكار. يمكن هاي الشيء بيقوي العلاقه، ما بيغيرها، بيعمق العلاقه وبيكون اساسها متين. يعني جورج قدي اليوم كمان للرجل دور كتير كبير لازم يلعبه لحتى يقوي شخصية المرأة ويمكن يدعمها بكل التفاصيل الحياة اليومية اللي بتعيشها، إن كان بالعمل إن كان بالمنزل، بكل التفاصيل. نحن هون بالاجتماع أحيانا نصادف ناس إنه كلمة خجل أو عيب أو كذا. أنا لا، بالعكس أنا بشجع أمور كتير إنه تشتغلها، يعني هي ما أنا مخجلة، ما أنا معيبة، دائما هي بجنبي. والمرأة بمجتمع السوري خاصة عم نشوف المرأة المكافحة، صحيح، اللي بتسند زوجها بكل مجالات العمل. يعني في أمور أصعب من نجارة المرأة عم تشتغلها، يعني مو وقفت على موضوع إنه هي نجارة،
هي نموذج، هي نموذج اليوم مع المرأة السورية يلي بالفعل، ونحن اليوم بحلقتنا رح نتابع نماذج من المرأة السورية اللي عم تمتهن مهن شوي صعبة. اليوم أستاذ جورج، يعني مدام سمر شريكتك بالمنزل وبالحياة واليوم شريكة بالعمل، كمان حابين نعرف من حضرتك كيف الحياة صارت بيناتكم. هلأ هي الحياة على طول فيها أكثر من مشاركة، مثل ما قلت لك هي تكملة. حتى يعني في أمور المنزلية أنا مثلاً بساعدها، بطرح عليها أفكار، بلا على ملاحظات للأفضل، وهي عطول تأخذ برأيي. أي مشوار بنطلعه لازم يكون سمر معي، أي مشوار بتكون لازم يكون جورج معه. الله يخليكم لبعض. سمر، مثل ما ذكرتي بالبدايه بلشت القصه انك نزلتي بوست على الفيسبوك قبل شوي شفنا بالماده، ويمكن هو على جروب فيه العديد من السيدات. فكيف لقيتي رده فعل العالم تجاه الموضوع؟ حبيتي النقد، شو وجهه لك اكثر شيء؟ هلا انا بالبدايه ما توقعت رده هالفعل ابدا تكون على البوست ايجابيه ولا سلبيه. ايجابيه عموما، كانت كثير ايجابيه ردود الافعال، ردود الفعل كلها كانت ايجابيه. بس استغربت انه في كثير سيدات، مو بس انا، صاروا يحكوا تجاربهم حتى على البوست، يعني اللي بتنظف حوض السمك، اللي بتساعد جوزها بالخياطه. بتكتشفي انه من بوست صغير بلشت العالم تتشجع وتحكي شو عم تعمل، شو عم تساوي. مو بس يعني انه اقتصرت علي انا انهم يحكوا عن شغلي انا، لا، صاروا يحكوا عن شغلهم، انه بيعطوا دعم ايجابي. واللي مثلا قليل كثير كان في سلبي قليل، والسلبي اللي كان انه راح انشغل عن بيتي وجوزي وابني وهيك، بس لا بالعكس. يمكن المرأة السورية قادرة يعني بتوازن بين البيت. بالعكس بيقول لي جورج انت كثير صرتي منظمة، يعني بين البيت والمحل نظمتي شغلك هون وهون. فبتمنى اني استمر معه ان شاء الله. يا رب، وما في شيء يوقفني يعني. يا رب ان شاء الله. يعني مدام سمر، كان عندك رساله وهدف وشي ببالك وقت حبيتي تنزلي هذا البوست؟ بالاول لا صراحه، بالاول لا، بس مع ردود الفعل اللي شفتها على البوست الايجابيه اللي كثير حلوه، اللي بترفع من المعنويات صراحه، يعني فشجعني اني بلش بمشروعي. اكيد انا وجورج ان شاء الله مشروع صغير ان شاء الله. يا رب. جورج، كيف بتشوف المحيط حواليكم؟ متقبلين فكره عمل سمر معك؟ المحيط، العائله، الاصدقاء، يمكن الجيران، كل الناس يلي راحوا؟ طبعا بالبدايه لازم اكون انا متقبل الموضوع بغض النظر عن الاخرين، بس لقيت تجاوب حتى مع زملائي بالعمل اندهشوا بهالموضوع. بس انه في مشاركه كمان حتى مع سيداتهم. انا بشجع كل انسان عنده زوجه يشجع على اي عمل، وبحيي كل انسانه واقفه مع زوجها بكل مجال عملها بحياتهم، خاصه المراه السوريه المكافحه بكل اطياف عملها هي مناضله. نحن هون ما عم نضوي عليها كثير، يعني مثلا في مواضيع انه في امراه بتشتغل باعمال شاقه جدا اكثر من هيك، نحن هي بنحييها، وبنحيي المراه السوريه بخص نص لأن هي قدوة للمجتمع العالمي كله. أكيد. بس نحن لازم نضوي عليه. الإمرأة السورية هي مو عبارة عن صبحية، فنجان قهوة، سشوار، منجير. تمام. الإمرأة السورية هي أعظم من نجار. يعني كلام جميل اليوم نسمعه من رجل عم يقدر بالفعل لهالدرجة المرأة، وخاصة عم بيكون داعم لها مثل ما عم نشوف أستاذ جورج اليوم. مدام سمر، اليوم حضرتك خطي هالتجربة وكنتي شريك وداعم لعمل جوزك، شو بتحبي توجهي كلمة للمرأة السورية اللي هي قادرة بالفعل تطلع من كل الظروف اللي بتمر فيها وتتحدى كل شيء وتكون قوية وقت حالها وتشتغل يمكن ببعض المهن اللي بتكون غريبة؟ هلا مثل ما قلتي، اول شيء المرأة السورية هي اللي تحددت اللانمطية، صارت تشتغل بمجالات لتثبت ذاتها. والمرأة السورية على مدى العصور يعني بشكل عام تحدد حالها وأثبتت دورها وجودها، وكان دورها فعال بشكل دائم. وأنا بنصح كل سيدة سورية أكيد، حتى لو كان حلمها صغير، حتى لو أنه ما هي مفكرة أنه صغير، لا ما أنه صغير، حلمك كبير، خليه يكبر مع الأيام بأمل، بطموح، خليه طموحي كبير، وما تخلي
الآراء السلبية تأثر علي أكيد، لأنه الآراء السلبية بترجعنا لورا ما بتقدمنا لقدام. وبتمنى التوفيق لكل سيدات سوريا والعالم عموما، وأكيد اللي عطاني هذا الدعم، اللي عطاني هذا الدعم وخلاني إني أشتغل، أكيد في عندي مثال. أنا لو ما عندي مثال أكيد ما كنت اشتغلت. أنا أمي هي مثالي الأعلى، الله يخليك. بوجه لها تحية أكيد لدعم الدائم إلي، بشكري كتير، بحبك وكل عام وانت بخير، والله يخلي لي اياك يا رب. الله يخلي لك اياها يا رب ويطول بعمرها. الله يخلي لك اياها. فعلا دائما يمكن هي الام تكون الدعم الاول والاخير لكل امراه. نحن بنتشكر وجودكم معنا لليوم، شرفتونا فعلا. يمكن كنتي مثال كثير، ناطرين العالم تشوف هيك مثال لحتى يقوي حاله، تقوي حال المراه وتبرز حالها حتى شو ما كانت عم تشتغل. شكرا كثير لكم ولوجودكم. شكرا على استضافتكم. شكرا لك استاذ جورج. شكرا مدام سمر، نورتونا ويسعد صباحكم. صباحكم.